ما فيش لهذا الغضب داعي. لا تملى الكوب، لا تملى، لا تملى، لا تملى الكوب. لا عبود حبك في قلبي كما الدود. دود. عبود حبك في قلبي كما الدود. دود. طويل وضعيف كأنك عود. عود. الله. جميل جدا وكبير كأنك. شباب الحلا لا يروح ها، حطوا في صحون خارجية. نوف تاع نوف 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 تاع ما صحصحت متى تصحصح؟ اقرب طيب اباك الله انك كرهتها. ليه تعبان انت؟ ايش اللي تعبك؟ الظاهر العيال عدوني يا ولد. ها؟ فيني لوز وفيني كحه. اقرب طيب اقرب اباك اقرب. انت تعبان تبي المستشفى عادي بكلمك. طق مع الثلاجة يا وسخ. ماك داعي. انت ماك داعي. البخاش. هلا هلا. هلا بالصدى. هلا. عليكم السلام. هلا هلا بالعيال. هلا والله. انا ونواف العتيبي كنا نسولف. قلت لنا قلت لنا نطق مع الثلاجة. هذا الرياليتي اخر البرنامج. يعني تشوفوني ما اكل تمره. خلنا نجلس برا. حر يا شليب يعني حر. تحمل نص ساعه ما بقى لنا 20 دقيقه. والله ما تحمل يعني. انت تحمل حر احنا ما نتحمله. يا ولد حر حر. امحق حياه. والله شليب ودي اخدمك لو بعيوني غريبه. والله الجلسات برا حلوه. مره جميل. ولد حر قيض يا ريت. والله لو انك في السوده. ولد. والله مو حر. والله لو انك في ابها اقوم الساعه 9. ورياليتي ليه الساعة 6 الصبح؟ وارقد في الساعة. انا والله بروح اجلس برا احب الشمس انا. يا الله يحفظك. اليوم ما تشمست، اليوم نمت بدري. انا اقول ايش يذم من عقبك تشمس. اما تشمس. صادق. والله ما تشوفك بعد. يا احنا في الرياض يا شلهيب الله يجعلني فدوى، احنا في الرياض. انا بعد. كم درجة حرارة في الرياض؟ كم؟ 45 45 46 انا كل ما يخلص 47 حر. انت تجيني اكثر واحد، كل ما يخلص البث مو كل ما انسدح؟ لا. الا والله انسدح بالعريش ولا انسدح ادور الشمس. انا بروح اتشمس اليوم ما تشمست. دور الشمس عاد في شمس يا عادي. السموم الشمس ما تجي برا تجي جوا. انا والله بروح الشمس. والله في شيرتك البرتقالي روح بس سوي بظهير حق بظهير. مشعل يا زقنا مشعل يا زق النواف يا اخوان امشي نجلس غير وجه شعر كنا كوره كيوت كنا كوره ذيك تنس الطاوله. ايه صح اللي فيها شعر شوي الناس يا كأني والله ما عدمكم الشيوخ. انا اليوم ليتنا نرقد ساعه ونشبع. طيب صلى رسول الله حلال 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 ودكم ناخذ منه كسره. لما تجع ما عمري ذكت النوم كسره يا رب. ما تقولون كسره ولا كسعه؟ كسعه لا يرضخ. كسعه كسره كسره نوم كسره نوم كسره وش انت ايش تسمونها؟ وش هي؟ كسعه كسعه دف ندفك سم النوم بس كسرة كسرة نوم يا ابو علي. كسرة مين؟ فوق لا هد. كسرة كسعة اسمه. كسعة كسرة محيم انت سلام محيم احمد بن ايش تسمونه؟ احمد طحيم اسمه. يعني مثلا تبي تغطي لك ربع ساعة 20 دقيقة ايش تسميها؟ غط غط هو صادق والله لا كسعة ولا كسرة غطة. احنا نقول غطة بس ما تقول كسعة بكسع شوي. طيب شو تسمي اللي بعد الظهر؟ قيلولي هي ها؟ قيلولي. انا اتوقع سنواف ها؟ هي هي بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله الصبح ايه بسم الله الصبح شي خليني اترعك اسمع لا والله يا ذي تفاهة اما اليوم الصباح الله كيف سويتها اليوم؟ اشهد بالله انها ثقة مضبوط مضبوط بس اللي مو مضبوط السوالف احنا نفطر هذا مو مضبوط سوالف يا اخوان. عندي سؤال لكم صدق اباكم تجاوبوني بكل اريحيه وكان ما في بث ما لقيت كمون. طيب بس تكفى نواف اسمح لي نواف تسمح لي نواف نواف تسمح لي اسمع تسمح لي اتكلم نواف لا يمناك كلنا وسخان بس نزل يدك نواف شوف شوف بسوي حركة وتخيل سوي هنا
خلاص يا تخيل يا الغموض يا جمهور احنا غامضين انا المواضيع كيدي خلاص انا تخيل نقول تخيل الكم توقعوا والله انكم حطوه في اشكالكم تفشل اوه انا شاده ولا اشوفكم شيء كلكم اللي هنا اولهم سياف واخرهم نار عاجبك طقمك الحين انت بتدب علينا بالطقم عاجبك الطقم ذا منفوحه ما فيها طقم كذا ايه منفوحه ما صوره تقول لي داخل عيله بطنيه لا لا روح بس صوره بس طقم منفوحه ما لقينا الحين ما فرق بينك وبين المقدار هل تشوف في تغير في المتسابقين قبل العيد وبعد العيد نعم سؤال امانه بكل اريحيه هذا هو الواحد حلو نواف العتيبي هل تشوف في تغير الله يجعلها بيدي نعم نعم السبب صرت انت قلطينها اكثر قلطينها اكثر حلو على سياف ولا على الجميع طيب ثامر مدعي هل تشوف في تغير انا ما اشوف اشوف في تغير واحد انت فتحت عياده ما شاء الله انا ما اشوف تغير انتم تصنعوا التغير اللي يقولوا في تغير ما في الذهب يصدع الذهب لا يصدع الذهب لا لا ما ضبطت معي ابغاها كذا فهمت اللي تفاخر جدي لا الا موضوع جدي ولا اشوفكم شيء لا ما تنسى بالعكس والله العظيم اني حق مواضيع يلا افتح موضوع ونشوف يلا نبدا موضوع طيب. معين نفتح موضوع يلا نفتح موضوع بسم الله وش انت الحين طلعت من برنامج طموحك تكون مقدم وش الاساسيات اللي المفروض تكون عندك هذا موضوع عطني اساسيات كذا انت مستقبل بتصير مقدم ما مشكله مو مقدم انت مقدم انت طموحك مقدم مزعج امنا عند وال خواجه كل شوي مداوي بالشخصيه حق السيفون وموقف طيب انا بفتح لكم موضوع يلا سيارة. اسمع بفتح لكم صلوا على رسول الله وادي ترج وش فيه من نخل كيف الموضوع يا با. كيف تحكم على الشخص انطباعك انا الشخص كيف هذا والله ما افتح بيني وبين نفسي اتكلم جد ايش اللي عن نفسي يا ابوكم لا ابوكم هذا الصوت وش ذا ارقد 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 ريدي لك رجلي لي الحمد لله ما ادري شفتك رحت وطعت قلت يمكن في شيء حسيته ثامر انت اقرب في شيء الحمد لله يا رجلي يا ولد الله ياخذ عقلك الله ياخذ عقلك قم انقلع انقلع برا انقلع قم انقلع انقلع عياده باطنيه احسن لك ترى يمكن انت وضعك في شيء بطنك يعوك شو العياده انقلع ثامر لا انت العياده لا حتى صور ما جابوها لك زين انا فريق دعمي ما جاب لي صوره قاعد يعني فريق دعمي ما قاعد يهتم فيني يعني فريق دعمي ما يهتم فيني اذا احد قال لك كلمه قول كذا يا اخوي قم ارجع لابها خلينا نروح معك يعني فريق دعمي ما يهتم فيني ما يجيب لي مبادرات ما يجيب لي صور حركات اجيك الصوره من فوق المنتدى طيب اسمع طيب اسمع طيب اسمع انت فريق دعمي جابك صوره تدري انا مين جايب لي صوره زياد الشهري مديرك يا رجال عبد الله شراني خلاص انا عبود عبود والله شايف عندك كل عبود مدير يا عبود جايب لي صوره عبود عرفت تجي احد يجيب لي صوره عبد الله فالح عبد الله فالح انت لو يجيبوا لك صوره يبغون لهم ثنتين واحده صوره واحده كلام ارقد ارقد انا اعتبر ما ترقد ست والله ما تنظف وجهك وتخمد حقيقه يعني لان وجودك في السياف ماشي وجودك في الموضوع احس يسبب حساسيه يا اخي يمكن اطلع بكره تبكون علي لما في ذي فانا اتوقع انك بتطلع بكره على بالعكس يا ولد فرقاك عيد وفي توقع في تمني انا اتوقع انك تطلع واتمنى بكره تصير الغرفه لي انا وياك والله ها والله تصير الغرفه لنا وياك والله الله يستر تصير غرفه نواف السياف ولا السياف ذا ما شاء الله لا السياف تطلع ان شاء الله اول من بياخذ سيدي كذا لا والله انت اختك مزون تعرف لازم تطلع تشيك وتشوف ان شاء الله يعني لازم تطلع ابراهيم صح؟ ايه طلع انا بالعكس بطلع استعملت اللي عند نواف لا والله ما استعملت لا شبك تقول خذ 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 تغيرت تدري ايش تغيرت؟ لاني انسان مواظب اكمل كمل ما ابغاك تمدح نواف على حسي فهمت عشان كذا انقبلت انا ما ابغى قهر ولا اللي خلاه يصل نواف اعطاني اصغر حقه يعطيك العافيه ما صرت مديدك لا قوم اشل الشعرتين اللي في وجهك اي نايب الشيخ بسرعه زين يعني تمدها غصب ولا عن خليه يمدها بسرعه يعني انت معك شغل ثاني مد
عشان ما فهمت نواف قوي. اي مدها ولا شلون؟ ها؟ مدها ولا شلون؟ الزمزمية. الزمزمية تطيح وتنكسر. الزمزمية بتطيح. ما عاد الا 25 يوم. كسر كل شيء، يقول زياد الشهيد، يقول كسروا كل شيء اذا خلص البرنامج. والله لا تنكسر يا ربع، والله اني غرمونكم غرامكم ما لها حد. خلاص هات صار. خلنا نسولف كذا، والله جميل. والله انت اسكت نو على جنب. خلك صوت. اخبارك يا ابو عمر؟ والله بشرني عنك. والله طيب. كيف الحال؟ شو العلوم؟ شو العلوم؟ العلوم والله تشرك. يا تاف. يا ولد ذا نواف ما شاء الله عليه. بهلواني ترى. اي شفت كيف؟ روح مع الخواجه اجلس كذا. اخذ ثياب. بدك تثبط. ولا عييت خلاص خلني بزينه. خلصت. يا تافه يا تافه يا تافه. انا 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 ما... انا جالس مع انا والله اني مشارك مع تافي. والله العظيم انك صادق. تشارك ترى انت ولد انت من طول تشاركني الرايح شاركني مع هنا تحمل لي طلع الحين القناه حطت غلاف نوم فوق صح. لا تغمز يا عبود لا تغمز. طيب تضحك على اخي لا تضحك على اخيك ايش فيه الله وين ابتلي يعني انا راجع العياده. نواف اصبر الكرسي كاسر سياره الله يهديه. ما راح اسوي شيء كذا ما راح اسوي شيء ما عم بسوي شيء يا اخوان. انا ما بسوي انا وين وين الاسكوتر باخذ لفه. تاخذ وش؟ لفه. نواف زلفك زان يا ولد. بس نواف خليك لحالك سولف سياف.